نناشد دولة رئيس الوزراء أنه ينظر إلى أبنائه الخريجين دفعة 23 نظرة أبوية. بالنسبة لي أنا بنتي خريجة معهد الطب الموصل قسم مختبرات الطبية، فذول طلابنا تعبوا وإحنا هم تعبنا، فكان يعني كل سنة هو التعيين مركزي. ليش هاي السنة قرروا أنه يكون التعيين حسب الحاجة ومرروا هاي 28,000 درجة وظيفية؟ يعني إحنا هسا شنو مصيرنا؟ شنو مصير هاي العوائل اللي عندهم أبناء معتمدين عليهم إنه ابنه يتعين ويحسن وضعهم المعيشي؟ يعني هذه الأشياء راح تزيد البطالة في العراق. يعني إذا إحنا جينا خريجين المجموعة الطبية أيضا كرسناهم وقعدناهم بالبيوت، فمعناها البطالة راح تزيد. زين شنو مصيرنا احنا العوائل اللي تعبنا على ابنائنا، تعبنا على بناتنا؟ يعني هسه انا بنتي منهاره تماما، منهاره. قبل كم يوم اعلنوا تنسيقيه المهن الطبيه والصحيه انه حصلوا على موافقه من مجلس الوزراء، ففرحنا وكيفنا والف مبروك والف مبروك. وبالاخير نتفاجأ ثاني يوم بجلسه استثنائيه لمجلس الخدمه بأنه يعينون يمررون 28,000 درجة وظيفية. زين وين حقنا احنا؟ احنا خريجي المجموعة الطبية دفعة 23، احنا مشمولين ضمن قانون رقم 6 لسنة 2000. احنا عندنا حقوق اللي هو يضامن القانون لنا بالتعيين المركزي. اتفاجأنا احنا بأنه التعيين حسب الحاجة طبق لهذا السنة بدون أي قانون يلزم الدولة بالتعيين. تمام؟ احنا المخصص عندنا 29,000، لكن العدد الكلي الإجمالي لهذه الدفعة ما يقارب 57,664. احنا امتدادا للمحافظات الثانية بالتنسيقية المركزية طلعنا بمظاهرة احتجاجية لإيصال صوتنا ورفضنا، واحنا قبل هاي المرة طلعنا لبغداد وعدنا اعتصامات سوينا ببغداد، وان شاء الله نهار الثلاثاء كذلك الحال راح نعتصم ببغداد الى تحقيق المطالب وتلبية هاي مطالبنا وتطبيق القانون للكل للجميع ليس لجزء على جزء اخر. احنا خريجين دفعه 2023، انا طالب كنت طالب صيدله خريج 2023، مطالبنا انه نتعين هاي السنه، مو انه نقسم وجبتين والوجبه الثانيه على السنه اللي بعدها، لان ماكو شيء مضمون. مطالبنا انه نتعين هاي السنه، انه خلينا نقول المهنه الطبيه كلها تتعين سوا بسنه واحده بشهر واحد، خلينا نقول مباشر سوا بالمستشفيات. التعليمات اللي اجت انه صارت العدد نص، 28,000 يتعينون و 31,000 واحد ما يتعين. فاحنا هذا الشيء ما نريده صراحه، لان احنا نريد الكل يتعين، يعني الكل يستفاد. فما نريد انه هذا الشيء يصير يعني فارق بين وجبتين، ما نريد تكون وجبه اولى ووجبه ثانيه. نتمنى انه رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يوافق على تعيين 57,000 درجه وظيفيه.